السلام عليكم خالتي، جسبيك راكم بيان. رجعنا اليوم فيديو جديد. في لا بروميير فيديو يعني وريتكم كيفاش تكوبليو لي كاناري. دوكا في لا دوزيام بارتي دوك نهضروا شي صرا ابري الكوبلاج. يعني اذا تبعتوا واش هذا الفيديو ان شاء الله نورمالمون طريقه ناجحه. نورمالمون تكوبليو لك لي كاناري سي بون، تلقاها هذيك لا فما مريحه في العش، مريحه بزاف في العش، صافي دير سي بون تكوبليو كي تشوفها مريحه في العش. بون ابري كي تريح في العش واش دير انت؟ سيباريهم، المال ما تخليش مع لا فيمال، بس كل مال يروح يكسر البيض هذاك باش يعاود يتكوب له مع لا فيمال، فاهمني؟ دونك انت واش دير، سيباريهم ولا نحيو بديلو كاج واحد اخرى؟ هي لا فيمال هي تقعد زعما تقعد تسخن في البيض هذاك، تعرفو تريح فوقو، هي ما تريحش، ما تقعدش مريحه، هي تصوطي يعني تهبط تشرب تهبط تاكل تعاود تطلع، يعني ما تخممش عليها، يعني ما راحش تقعد باراليزي فوق العش. فوالا دونك سيباري المال بيسكو هو يكسر البيض. ابري فوالا لازم لهم سخانه خاوتي، والبيض واش لا قلت لكم كي تبدا تحط، كي تكون تحط البيضه الاولى حبسوا، سير ما تزيدوش تعطوهم لها، حبسوا ونورمالمون البيض سي بون. ابري دو سومان هكاك يتفقس البيض. دونك انت لا بروميير جونيه الاولى تاع كيف قصر البيض ما تعطيو لهم والو، يعني هذاك البيض ما هم دوك توكلهم وحدهم خاوتي، ما تسحق المال ما والو، يا على حسب المال تاعك. شوف المال تاعك اذا انت تطلقوا مع لا فيمال مور كيف قصر البيض قادر يوكلها ويعاونها، سينو ولا قداش تو اغريسيفيز يحب يعاود يكوبلي ولا يضربو عاود نحيلو كاجا، باسكو دوك يقتل هذوك صغار، وهذوك صغار خاوتي لازم لهم دفا ولازم لهمش يعني كيش نقولو تمسوهم، اذا تمسوهم يما هم تشمش فيهم الريحه وتقتلهم. دونك فوالا ما تمسوهمش خليهم طونكيل. دونك واش تولوا ديروا نص حبه بيض يعني بزجاج تاعها تحطوها لهم في تحط لها في المال في الكاجا، شاك جور بدل لها نص حبه بيض باسكو من بعد هي تخسر، حط لها صباح مع العشيه كي تجي حتى تحطهم يرقدوا نحي هذيك الحبه بيض. فوالا وعاونهم بلا باتي وشلاضه والتفاح، سيرتو التفاح وشويه تمر. فوالا كل يوم نوع من البيض كل يوم ولا باتيتان، هادي تعاوننا باش توكل الفروخه. و فوالا ابري كش اموا هكاك دو سومان الفروخه يكبروا نورمال. دونك فوالا يعني هضرت لكم يعني كالكو بوين يعني مر واش يصرى مور الكوبلاج واش لازم، وخاوتي جو فو كونساي ما تبيعوهمش مور كي تفقسوا، خلوهم حتى يكبروا باش كيوليو يسواو اكثر. فوالا ما تقلقوش خاوتي، لازم هذه عمليه صبر بزاف واعتناء بزاف، الماء دائما تفيريفو دائما الماء اذا معمر بدلوه شاك 3 جو 4 جو بدلوه باش يولي نقي، الماكله تفيريفو بلي دائما معمره. فوالا بلاصه ما تكونش فيها بزاف برد وما فيهاش كورون دار، تكون فيها سخانه شويه، وغطو حطو شرميطه يعني يقولوا سيرفيت هكاك حطوها في الكوتي تاع العش تاع لاكاج باش هكاك لا فيمال يعني تقعد اليس فوق العش، ما فاهميني ما تكسر البيض ما تقتل ولادها ما والو. دونك فوالا هذا ما كان خاوتي. وكيفاش تفيريفو اذا يما ما يتوكلهم ولا لا؟ قادر يما توكلهم قادر ما يوكلهمش. تاو شنو كل يوم هكاك 3 فوا بار جور ولا راح فيريفي هذوك لي بوتي، بدا تصفر لهم هكاك دير هكا تسي ولا، وكي تبدا تصفر لهم تشوفهم يطلعوا هكاك زعما يفتحوا فمهم باش توكلهم. القرجوم تاعهم هو يسموه بالفرنسي لو جاغو، لو جاغو هو تلقى اون بول صفرا هكاك في القرجوم تاعهم، اذا شت اون بول صفرا معناها راهي وكلتهم هذيك الماكله، اذا ما شفتش اون بول صفراء صافي دير ما وكلتهمش، واذا شفت هكا 3 فوا بار جور راك تفيدي في اللي ما لقيتهاش هذيك لابول الصفراء وكلهم وحدك بلا سيرانجل جون دوف يكون بيان طايب فتو فتو بيان ما يكونش قاصح، ديرو في اون سيرانجل تكون جديده مقيه ودخلها في كاجا وما يفتحوا فمهم وكلهم بصح ما تعمرهاش بزاف ماشي حتى يطردكو. دونك فوالا لا بروشين فيديو ان شاء الله نوريكم كيش ديروا اون باتي للفروخه والمقنين وللكناري اون جينيرال. فوالا سهله غدوه نديرها لكم ان شاء الله. هاي السلام عليكم.